ايش ايش انت يا شباب ايش؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا حاجه واحده نحب نفهمها، الكناين هذوما كيفاش خرجوا من البرد؟ وشكون اللي سحلكم؟ اش فما زاد؟ واش بكم سربس علينا سي محسن؟ انت بالذات ما يلزمكش تتكلم، حتى نثبت في الكناين هذوما شنو اللي فيهم وشكون اللي خرجكم. ها؟ وسع بالك وسع بالك. انا يظهر لي باش نرتاح من خلايقكم الى الابد. عليه طلبت النقلة سي محسن؟ لا لا باش نبعثكم هكا المصايف وجولان في بوفرده. وفي شكون يطلب هذا؟ اتكلم يا نور. راهو كان باش نورت وراني باش نقطع راهم، تحكي لي حتى حكاية. اطلب بيتي. شنو الحكايه يا سي مهدي؟ انت يا محسن وقفنا وقال لك الكمين ما يتحركوش ويهدد فينا بالحبس زاد. عليه بلاد على قرن وهو ديما قدك الخوف يرزقها.
عديلي نوري فيزا. هلا عارف. اما الاوراق مش صحيين. هاي باهي باهي. حاضر عارف حاضر. اش بيه اش خالك؟ نقص متفركيح انت، شد كميون ما يكلمك حد. أحب اسم وأحب صورتك ويسألوني أقول كرهتك. هاي سي مصر، أنا مديتك الأوراق بس صح أنا فاهم. أنا الأوراق هذوما منيش مصححهم، وخلي اللي يصير يصير. أول مرة راك منرفز سي مصر. بعد العشرة هذي كل ساعة شلواش وضحاك، هكا عودتنا أنت راكبونا الحنين. شبيها الدنيا ولات هكا؟ شبيها فزتت؟ أنت بالذات، إلا ما نباسيك، ونباسي اللي خرجك من البرد زاد. هاي سي مصر، صح أنا في الأوراقات. ماذا بيك فيسع؟ لترسينا زوز موقفين في قلبه. سي مهدي خلي كان سي محسن ما صححش. ترسيلي هو زاد يقصدك انت يا. نقرا له حسابه في القف. تفضل هيك. تهديد هذا؟ اي. صحتك. صح عليك. وقت اللي واحد جاهل يولي يتصرف فيه انا ويتحكم فيا. يا وينو سي مهدي نتاعك توا؟ راني حاضر في روحه باش يخرج. يعطيك الصحة سي محسن كي صحتنا في الأوراق. برا أخلط على سي مهدي قبل ما يوصلها للمعلم الكبير ناصر درباش. راه ما يحبش يكون يلعب بأعصاب سي مهدي. والله سي مهدي يحبك ويموت عليك، أقسم بالله. اقلب منظرك عليا. يرزوكا. اش تعمل خير لك اخرج توا؟ اخرج من البرد وتسويت، الامور كلها مريقله. تقابلوا في البلاصه متاع العاده، اوكي؟ بيان سور باش تقول لي ماشي تخدم كي العاده. كلش عليك حاضر. وخدمه صعيبه زاده، ارجع ارقد ما تزيدش على ما بيا. وانا ما عادش نجم. عاش نعرفك كل هي ميت وجيت لخطك وتترتاح. مهدي الطريق اللي تبع فيها قصيرة مالغري توسا خايفة عليك. أما ما عاش نجم نزيد نعيش معك حتى نهار آخر. يسر يجي اقعد يسر. شامك فيها عندي عام انا قاعدة. خليني دايرة. ما قلتليش بعد عام الحبس باش تعمل في قرايتي. يجي اقعد خلينا نحكي. خلينا نشوفو كيف باش نعاونوك. تعاونوني؟ انتوما تعاونوني؟
مسكينة يسر باش تتعب شوية عم حبس باش يهدها. كلكم تصبحوا على خير. أمان علاش تبدلت؟ اش فما؟ معاك راني أنا الكلنا معاك. يا زي بلا كذب نتاعك ولا وليد كيف فهم زادة كذاب؟ أنا وحدي وطول حياتي وحدي. ثم حدكم حد السهريات والشيخات واللي حضر لي زازي. وبلس أنا شكون؟ قل لي أنا شكون؟ وكي نشوف الغزرة اللي ولا يغزرها لي بابا. بابا النقابي الكبير صاحب المبادئ. بنته تدخل الحبس على خاطر سيجارو زاتلة. ان شاء الله خير سيمون. ش عملت لك؟ ش عملت لكم؟ ايش تحكي؟ في بالك قاعد تغلط سي محسن ولا ايه؟ شنو تبهنس عليا؟ بس نسينا احنا شويه قطايع تاع كراب، فريجدرات، كليماتيزرات، قماشات، شنو؟ شنو اللي تبدل؟ شنو اللي تبدل؟ كماينكم الليله شهزين. اللي نعرف انا راني بعدك. برا المرة مو نشوف معاك. مادي المرة هذية مانيش باش نعديها لكم. نورمال سي محسن طالبني رجون لازم نقابله باش تحكي لي الحكاية حوله هذي. يا هو كان ناصر برباش ولا شنو؟ جيت في هذي وجيتك صحوة الضمير هكا يا رد فرينا مع بعضنا يا كابتن. المرة هذية عليا وعلى أعدائي كل شيء إلا سلاح. والله ما نبسيكم واحد واحد. تضربوا لي على الطيارة. Huh?